حين زارت كاميرا بلقيس قبل نحو عام ولأول مرة مديرية العبر بمحافظة حضرموت، سلطت الكاميرا الضوء على حجم المعاناة التي يعيشها السكان والذين يجدون صعوبة في الحصول على المياه في منطقة تشكل الصحراء الجزء الأكبر من مساحتها. أما اليوم فيبدو أن هذه المعاناة قد أوشكت على الانتهاء بعد أن قامت السلطات في المديرية بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع إيصال المياه للمنازل. قمنا ببعض الإصلاحات في جانب المياه اللي هو الذي يعاني منه المواطن منذ عقود من الزمن، وهو توصيل الماء للمديرية مرحلة أولى، تمويل عبر السلطة المحلية، مد أنابيب 9 كيلو، وإنشاء خزان والضخ بالماء للمديرية العبر، وبالتالي حلينا مشكلة يعاني منها المواطن منذ فترة من الزمن. العبر وبالرغم من امتلاكها موقعا جغرافيا هاما على خريطة البلاد يشمل في تفاصيله منفذ الوديعة الحدودي الرافد لخزينة الدولة بمليارات الريالات، إلا أن المديرية لم تجني شيئا من ثمار ذلك، ليس حتى بما يمكنها على الأقل من رفع مستوى الخدمات الصحية فيها. فالمدينة التي يزداد تعداد سكانها عن 6000 نسمة لا يوجد بها سوى مركز صحي واحد فقط لا يغطي احتياجاتها. طبعا احنا في المديرية يوجد لدينا مركز صحي، والمركز الصحي يعني الطاقم الوظيفي فيه عبارة عن ممرضين وفنيين مختبر وعمال خدمات فقط، ونحن بحاجة إلى ترفيع المركز إلى مستشفى مديرية نظرا للضغط الكبير عليه وعدم وجود الميزانية التشغيلية لذلك، ونقص في المعدات والأجهزة الطبية والكادر الطبي لتقديم الخدمة المناسبة بالشكل الصحيح. ومع استمرار توافد النازحين من مختلف المحافظات تتزايد مخاوف العاملين الصحيين من عدم صمود المنظومة الصحية الهشة أصلا في المديرية إذا لم يتم إسنادها، خصوصا بعد ظهور حالات يشتبه أنها مصابة بالكوليرا. والحال لا يختلف كثيرا فيما يتعلق بالتعليم، فهذه المباني هي أول ثانوية يتم بناؤها في المدينة، لكنها هي الأخرى مؤصدة الأبواب لافتقادها التجهيزات وعدم اعتماد كادر تدريسي لها من قبل مكتب وزارة التربية والتعليم في وادي حضرموت. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية العبر.